الإنتاج في أي شركة أو مصنع بيتكون ليه من مجموعة من العمليات والأنشطة اللي بيكونوا لي المنتج بأعلى جودة، وده اللي بيوصل للمستهلك بتاعه، وده بالظبط اللي بتعمله إدارة المشتريات. إدارة المشتريات هي الإدارة المسؤولة عن توفير كل احتياجات ومستلزمات الشركة بأفضل جودة وبأقل سعر، وكمان مسؤولة عن الرقابة عن المستلزمات دي وإدارة العلاقات مع الموردين. أهمية إدارة المشتريات في أي شركة مش بس في إن هي بتوفر احتياجات الشركة دي، لا ده هي كمان بتعمل قاعدة بيانات خاصة بالموردين بتوعها عن طريق إن هي بتبحث في الأسواق عن بدائل للموردين دول لو هم مش متوفر عندهم الأصناف اللي هي محتاجاها. كمان خليني أقولك إن تكاليف المشتريات في أي شركة بتكون حوالي من 40-60% من قيمة المبيعات، ودي نسبة كبيرة محتاجين إن احنا نتعامل معاها بأفضل شكل ممكن. كمان إدارة المشتريات مرتبطة بتحسين كفاءة إدارة المخازن، طبعا ده بيتم من خلال إنها مسؤولة عن الحد الأدنى للطلب وإعادة طلب الأصناف، وده بيتم من خلال إنها تحدد الأصناف المتاحة في المخزن، وكمان لو في كميات زيادة من الأصناف نقدر ناخد قرار ونتصرف فيه. ومدير المشتريات لازم يتأكد من سلامة العقود وفواتير المشتريات، وكمان إدارة المشتريات بتتأكد من سلامة الكميات الموردة من الأصناف، وده بعد فحصها من المختصين. خلينا أقولك إن إدارة المشتريات في الشركات الكبيرة بتعتمد بشكل رئيسي على إجراء الأبحاث والدراسات الخاصة بالسوق اللي بتشتغل فيه عشان تقدر تعرف اتجاه السوق رايح لفين، وكمان أسعار المواد اللي هي بتستخدمها في الإنتاج وصلت لفين، وتقدر تبحث على البدائل المتاحة ليها بحيث لو الأصناف مش متوفرة. وعشان إدارة المشتريات من أهم الإدارات الموجودة في الشركة وتعتبر هي شريان الشركة، وطبعاً ده لازم تتم كل العمليات دي بطريقة سهلة وبسيطة، لأنها تبقى مسؤولة عن كل أذون الشراء ومتابعة الفواتير ومتابعة كل الإدارات، تقدر تدي تقارير كويسة جداً. ومن اللي فات نقدر نفهم إن إدارة المشتريات بتبدأ شغلها بتلقي جميع طلبات الشراء من الإدارات اللي موجودة في الشركة، وبعد كده بتستقبل عروض الأسعار من الموردين، وبتدرس أفضل عرض بالنسبة للشركة وبيكون بأفضل جودة وبأقل سعر بالنسبة لها. بعد كده بندخل على خطوة أمر الشراء اللي من خلالها بنسجل جميع بيانات الشراء الخاص بالمورد اللي الشركة اختارته. بعد كده بيتم تسلم البضاعة نفسها، بيتم تسليمها، وبناء على كده بتستلم البضاعة بأفضل جودة وبأقل سعر. برامج الـ ERP زي أونكس ERP بيوفر لي كمية متنوعة من التقارير الخاصة بالموردين وبالمشتريات اللي أقدر أتابع منها كل البيانات وكل العمليات اللي تمت في الإدارة. كمان بيوفر لي ان انا اضيف عروض الاسعار الخاصة بالموردين على السيستم واقارن ما بينهم واختار احسن عرض يناسب احتياجات شركتي، وكمان بيسهل عليا التعامل مع مصلحة الضرائب حسب السياسة الضريبية الخاصة بالدولة بتاعتي. والاهم في كل ده انه هيوفر لك رقابة دقيقة جدا لعمليات المشتريات والموردين من خلال مجموعة من التقارير جاهزة على السيستم، وممكن من خلال ان انا اقدر اروح اصمم تقارير من مصمم تقارير. وعشان تعرف معلومات اكتر عن مزايا وانظمه Ultimate Academy تقدر تدخل على الويب سايت الخاص بينا عشان تطلع على الانظمه المختلفه اللي بنقدمها زي نظام Onyx ERP ونظام المتكامل ونظام Onyx IX اللي فيهم اداره المشتريات واداره الموردين اللي بتعمل بشكل متميز جدا.